السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عند جنات. اليوم ان شاء الله نقدم لكم حريشات فرديين كيجيو هائلين، مسقيين بالليمون، كيجيو روعة، كيجيو هشاش، كيجيو رطبين، كيجيو زوينين. هانتوما كيجيو رطبين بزاف وساهلين، كيوجدوا في رمشتعين. نتمنى يعجبوكم تجربوهم. يلا نخليكم مع الطريقة والمقادير. بسم الله. باش نصايبو بسبوسات فرديين كنحتاجو ربعة ديال السميدة، هذه ديال الحلوة ديال البغرير، واحد باكي ديال فاني 7 غرام، جوج باكيات تاع الخميرة، قشرة حامضة وليمونة، جوج بيضات يكونوا بحرارة المطبخ، نص كاس تاع الزيت، نص كاس ديال السنيدة، الملحة على حسب الذوق، كاس دانون، أي نكهة بغيتو. أنا درت تاع البنان، وهاد الكاس ديال عصير تاع الليمون غندوزو معاه تنساري ونوريكم هذا السقوة. يلا نبداو. بسم الله. كناخدو البيض، كناخدو الملحة، ديما نديرو على البيض الملحة، كناخدو قشرة ديال حامض الليمون، كناخدو السنيدة. اللي بغى يدير كثر من هاد القياس، أنا نقصت وكاس لاروب، أنا درت على نص كاس. نص كاس تاع الزيت، دانون، فاشي ديال الفاني، ونخلطه. بسم الله. تجي زوينة هاد الحريشات الفرديين بالنكهة ديال البانو أو دانون تاع البنان والفاني، وكتسقيها بالليمون كتجي واحد النكهة منقولش ليكم عليها، خليكم تجربوها وتكتاشفوها. كنزيدو جوج كيسان ديال السميدة مع جوج شاصيات تاع الخميرة، كنديرو بشوية بشوية، نديرو الخميرة، نخلطو. نخلطو مزيان، منقولش ليكم طالعة ريحتها واعة مع دانون وفاني. ولي بغى يدير روح البنان ولا روح الفاني كتجي هائلة. نبقاو نديرو بشوية بحال هكا حتى نخلطو هاد الخليط اللي عندنا. ساهلة هاديك، توجد فيه ساهل، مكديش وقت طويل. حنا دابا بعد ما خلطناها نخليوها وندوزو ندهنو المول.
خليوها ترتاح بما دهنا المولات تاعنا ورجعوا. حنا دابا غنبداو ندهنو، ندهنوهم بالزيت ونغبروهم بالسميده بحال هكا. كلهم استمروا بهم بحال هكا، كلهم مشيو معاهم بحال هكا. ولا الزبده اللي بغيتو تديرو الزبده ولا الزيت، انا درت الزيت، اكتفيت بالزيت. استمروا بحال هكا تساليو هاد الجناب كاملين تا هما ندهنوهم. حنا دابا غنبداو نعمرو، كنديرو رجع واشق بحال الطريق، نستمر بحال هكا حتى نساليو. كيجيو هائلين هادو. حنا دابا غندخلوه الفران، نقصو العافية نخليه. باش غنديرو السقوة كنحتاجو كاس تاع الليمون، بسم الله، كنحتاجو نص كاس تاع السكر سنيدة حبيبات، كنحتاجو دوار تاع الحامض تنحطوها فوق البوطه حتى يذوب السكر، ماشي بزاف على شويه، غتغلى 10 دقائق صافي ونحيدوه. هاي بعد ما دازت لينا 10 دقائق حنا غادي نطفيو عليها وهي نخليوها تتبرد، حيت البسبوسه غندهنوا بها وهي سخونه، اهم حاجه وحده تكون سخونه، اما السقوه اما البسبوسه. انا بعد ما خرجت من الفران هما سخان وهذا بارد، انا غنبدا نسقيهم. بسم الله، كنسقيهم بحال هكا باش كيتشربوا لينا. اللي بغى يدير الشيته يدير الشيته، انا درت العاشق باش نعاود بالشيته. نستمروا بحال هكا تنسقيوهم كاملين. هما الحريشات ديالنا، حنا نخليهم حتى يشربوا وعاد باش نزينهم برقائق اللوز ولا كوك ولا كاوكا ولا اللي عندكم.
انا رسقيتهم كنديرها هذه من الفوق بالشيته باش كلهم يتشربوا ليا. تنقادي هاد السقوه اللي عندي هما فاش شربوا وغادي نزينهم. انا غنزينهم بالكوك حنا دابا كنزينوهم بالكوك بعد ما شربوا استمروا عليهم بحال هكا كلهم. تزين بقى اختياري باش ما بغيتش تزينوا كتزينوه. هاهم بعد ما كملتهم كيجيو زوينين كيجيو هشاش كيجيو مذاق رائع وزوين. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم وديروهم وبالصحه والرحمه.